حسنا لقد وصلنا إلى المحاضرة الرابعة وموضوعنا هو نقوم ونبني بعد أن نظفنا سطح السفينة أنا فخور بكل شخص خصص وقتا وصلى ونظف سطح السفينة. وسيغير هذا نظرتك وأنت تنتقل إلى هذه المحاضرة. نعم لن تقدر أن تعيش ما سنقوله اليوم إلا إذا نظفت سطح السفينة. سنتكلم الليلة عن الخدمة إن مفتاح الزواج الناجح يتلخص في كلمه واحده هذه الكلمه هي الخدمه أه اليكم هذه الحقيقه هذا امر شعرت به في روحي مؤخرا اكثر المؤمنين بؤسا على وجه هذا الكوكب هم المؤمنون الذين لا يخدمون المؤمنون الانانيون السبب هو أن ال إن إي الروحي الذي فينا هو الخدمة لأننا خلقنا على صورة يسوع ومثاله والخدمة تشغلنا بالكنيسة الذين يحضرون الكنيسة فقط لا يستفيدون لكن الذين يخدمون في الكنيسة ينشغلون بها نعم ومن يخدمون في العالم ينشغلون بالعالم قال يسوع في لوقا 22 27 فمن أعظم من يجلس إلى المائدة أم من يخدم أليس من يجلس إلى المائدة غير اني بينكم كمن يخدم يقول الرب قال يسوع غير اني بينكم كمن يخدم، هذا هو ال دي ان الروحي الخاص بنا، وإذا نظرت إلى يسوع لقد أعطى مثالا بديعا لذلك في العشاء الأخير، عندما تجددت رأيت المؤمنين يغسلون أرجل بعضهم البعض فشعرت بالرغبة في الهرب أمر محرج للغاية حين يضطر النساء أن يرتدوا تلك الملابس نعم، ليغسلوا الأرجل كيف تفعلون ذلك؟ حين حين يقولون في كليه اللاهوت سوف نقوم بخدمه غسل الارجل اقول ساخرج من هنا لن احضر هذه الفقره لن يلمس احد رجلي سوى زوجتي وان لم تعجبك يقولون لست في الروح نعم فعلا لكن هل نوضح هذا ونتكلم عن سبب غسله لارجلهم بيوت الاغنياء قديما كان فيها الكثير من الخدم وكان الخدم يعملون في مجالات مختلفه خادم يعمل في الشؤون الماليه وخدام في المطبخ وخادم مسؤول عن العربه والاحصنه والاسطبل لكن اقل خادم احقر خادم تعرفون ماذا كانت احدى وظائفه كان يغسل ارجل الناس حين يدخلون البيت تذكروا انه لم يكن هناك ارصفه وقتها وكل الطرق كانت ترابيه ولم يكن لديهم احذيه تغطي ارجلهم كانوا يرتدون الصنادل لذا حين تدخل بيت احد يقوم احقر خادم بغسل قدميك ما كان يسوع يريد ان يقوله حين انحنى وغسل ارجلهم هو انا اقل خادم انا احقر خادم يقول: هل تفهمون ما فعلته لكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، سيد تعني رأس، فهو رأس هذا الاتحاد. وأنتم مصيبون لأنني كذلك، فما دمت وأنا المعلم والسيد قد غسلت أقدامكم، فعليكم أن تغسلوا بعضكم أقدام بعض. ليس الغسيل الحرفي، بل أن نكون كأحقر خادم، لقد أريتكم مثالا لكي تفعلوا للآخرين ما فعلته لكم. أقول الحق لكم، ما من عبد أعظم من سيدي. بمعنى إن فعل هو ذلك فكيف نكون أعظم؟ ما من رسول أعظم من الذي أرسله، فما دمتم تعرفون هذه الأشياء فهنيئاً لكم. المؤمن الحقيقي الذي لديه طبيعة يسوع لا يكون أنانياً، يكون خادماً. ترى ذلك في العهد الجديد كله. لب اثنان ثلاثة: تواضعوا وليعتبر كل واحد أخاه أفضل من نفسه. هذا هو الخادم. وفي روميا فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان لأن المسيح أيضا لم يرد نفسه وآياتي المفضلة غلاطيا خمسة ثلاثة عشر اخدموا بعضكم بعضا بالمحبة كلمة اخدموا في اليونانية تعني عبد وهي الكلمة التي استخدمها كل التلاميذ حين قالوا بولس عبد يسوع المسيح إلى ماذا أريد أن أصل؟ أعرف إلى ماذا تريد أن تصل قرأت الخطابات نعم. نعم الفيسبوك كان بمثابه وقود لهذه النقطه حين سمعت بعض صرخات النساء من قياده ازواجهن لهن بطريقه مسيئه مستخدمين ايات الكتاب المقدس ليسيئوا اليهن الرجل هو راس المراه كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه لكن قبل ان ياخذ هذا الراس مكانه يجب ان يعرف ان الراس معناه اول الخدم تيم كيلر الذي احترمه كثيرا الذي كتب كتابا عظيما عن الزواج يقول هذا لا يدمر ممارسه السلطه في العلاقات بين البشر ولكنه يغيرها تغييرا جذريا نحن الازواج يجب ان نكون اول الخدم يجب ان تخضع الزوجه لرجلها هذا دورها اليس كذلك لكن الزوج يجب ان يكون خادما للزوجه ساريكم هذا الامر في الكتاب لدينا ثلاثه خيارات في الخدمه يمكننا ان نختار من ثلاث طرق تخدمون طوعا واختيارا او تخدمون بمزاج متعكر باستياء وبروده حسنا ساقوم بذلك ولكن هذا يضايقني سافعله لاني مضطر كالعبد او ترفضون الخدمه تماما ونكون أنانيين وتنسحب وتكونون أنانيون إذا هذه هي كل خياراتنا كل يوم في كل لحظة إما أن نقوم بالأمر برضا أو لا نقوم بأي شيء ونكون أنانيين أو نقوم بالأمر باستياء وبرودة بينما كنت تتحدث عن الخدمة أدركت أن نساء كثيرات لا يفهمن خدمة أزواجهن لان النساء يردن ان يخدمهن ازواجهن بنفس الطريقه التي يخدمنهن بها ازواجهن فيظنون انه ما دام الزوج سيخدم هذا معناه انه سيطبخ وينظف المنزل ونعرف انكم تفعلون ذلك لكن احيانا يخدم الزوج بكونه معيلا رائعا بدفع الفواتير في موعدها بالاهتمام بصيانه المنزل ومتابعه هذا الامر بحيث لا تضطر الزوجه ان تنشغل بهذه الامور في البدايه كنا نسخر من جون حين كان يتكلم عن كونه خادم لانه معروف بانه حالما ينتهي الغداء يبلع الشيكولاته ثم يجري خارج المطبخ فنقول اين جون ثم نشترك كلنا في تنظيف المائده وهو يقول انا اخدم كان يخدم بدفع الفواتير فكان ينسحب ولم نكن مدركين أننا نحتاج خدماته هذه أكثر من احتياجنا لخدماته في غسيل الأطباق نعم يسوع كان أعظم خادم لكن أرني كم طبخة طبخها أو كم مرة غسل الملابس إذا تجلت خدمته بطريقة أخرى خدمت قصة كنيستي أربع سنوات ونصف كنت ألمع حذاءه وأحضر ملابسه من المغسلة وأغسل سيارته وأحضر أولاده من المدرسة حتى يركز في الخدمة وقال الرب لي اذا رقيتك سارقيك في الخدمه مسؤولياتك الان بسيطه لكن في المستقبل ستكون مسؤولا عن حياه الناس وقال الترقيه معي هي مستوى اعلى من الخدمه لهذا يتحطم الناس في الملكوت او يزدهرون فيه شاول مثلا في بدايته كان مختبئا بين الامتعه كان صغيرا في عيني نفسه لكن بعدها بدا يبني لنفسه تماثيل ولم يفهم ان ملك اسرائيل هو اكبر خادم في اسرائيل لذلك يجب ان تدرك هذا ايها الزوج انت مدعو لتكون اول خادم في بيتك افسس خمسه يقدم صوره رائعه دائما ما يبدأ الناس القراءة في أفسس خمسة من عدد 22 أيتها الزوجات اخضعن لأزواجكن صحيح؟ يبدأ الجميع من هنا لكن ما يتكلم عنه بولس يبدأ من العدد الثامن عشر حيث يقول ولا تسكروا بالخمر التي تؤدي إلى الانحلال بل امتلئوا من الروح الامتلاء من الروح هنا امتلاء مستمر لأننا نفقد امتلاءنا مع الوقت لذلك الامتلاء هو عملية مستمرة ثم يقول بولس هذه هي العلامات التي تميز الشخص الممتلئ من الروح رنموا مزامير وترنموا أغاني روحية فيما بينكم رنموا وأطلقوا الألحان من قلوبكم أنت ترنم في بيتنا أريد أن أشكرك على ذلك شاكرين الله الآب دائما وفي كل شيء ثم يكمل بولس علامات الامتلاء من الروح القدس في عدد واحد وعشرين فيقول اخضعوا بعضكم لبعض إكراما للمسيح الخضوع بعضنا لبعض علامة على الامتلاء من الروح من لا يخضعون بعضهم لبعض ليسوا ممتلئين من الروح القدس خدمتنا بعضنا لبعض إكراما للمسيح هي في الواقع دليل على أننا نمتلئ من الروح باستمرار بمعنى آخر ان كنت لا تمتلئ من الروح ستتوقع ان يفعل شريك حياتك شيئا لك وان لم يفعل كما توقعت منه تتضايق لماذا لأنك لم تمتلئ بعد بنك مشاعرك ليس ممتلئا من الروح القدس لهذا السبب الأشخاص الفارغين تماما الذين ليس لهم حياة ممتلئة بالله يتزوجون متوقعين أن الزواج سيشفي هذا الشعور بالفراغ لن نكمل بعضنا بدون الله لن تكمل بعضكم البعض عندما يجتمع فراغان كما يقول تيم كيلر يصبحان فراغا أكبر إذا مسؤوليتنا هي أن نظل ممتلئين من الروح وهذا هذا سيجعلك تخدم لأن الخدمة ستكون متعتك إن كنت ممتلئا من الروح أجرة الخدمة هي الخدمة سمعتم هذا؟ إن أدركتم هذا الأمر سيغير حياتكم داود قال أفضل أن أقف بوابا في بيت إلهي بالضبط نعم هذا قوي إذا خدمة الآخرين دليل على الملء بالروح في ترجمة نيو ليفينج يقول: اخضعوا بعضكم لبعض إكراما للمسيح بالنسبة للزوجات هذا يعني أن تخضعن لأزواجكن وبالنسبة للأزواج هذا يعني هكذا تخدمون بعضكم بعضا في خوف الرب بالنسبة للرجال، هذا يعني: أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. بالطبع الزوجة يجب أن تخضع لزوجها، لكنه أمر ممتع أن تخضع لشخص كيسوع. أقل خادم. إنه أول الخدم. لقد قلت لليسة يا ليسا في بداية هذه المحاضرة: اريد ان احمل ثقل هذا الامر لاني اتضايق جدا حين اسمع عن الازواج الذين يستخدمون الكتاب المقدس ليسيئوا الى زوجاتهم واطفالهم ويجعلوهم عبيدا لهم هذا قوي هذا ليس كل ما يتكلم عنه بولس في افسس بل يتكلم عن كيف نخدم احدنا الاخر الحقيقه ان الزوج هو قائد البيت لكنه اكبر خادم في البيت هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org أنا أرى الكثير من الصراعات على السلطة والكثير من إخضاعنا لأزواجكن ثم تلقي الزوجة بزوجها جانبا وتقول أنا لن أخضع لك أبدا ولن أحترمك وهذا الصراع الذي تعرفونه ولقد كانت لي الفرصة أن أتكلم مع أحد التابعين لميسانك رباي وسألته كيف ترون الرجل والمرأة وبدأ يخبرني انهم ينظرون للجنس بطريقه مختلفه جدا عن طريق ثقافتنا الغربيه. نحن ننظر للذكر والانثى منفصلين. قال انهم لا ينظرون اليهما منفصلين بل يرون الذكر والانثى وجهين لعمله واحده. لنقل ان الرجل هو الملك والمراه هي الكتابه في العمله. ان قللت من قيمه وجه تقلل من قيمة العملة كلها وإن حفظت على وجه سيزيد من قيمة الوجه الآخر لا يمكنك أن تقلل من شأن الذكر أو الأنثى لأنهما يجب أن يقدما لله معا بقيمتهما كلها وبدأ يكلمني أيضا عن أنه حين قرر الله أن يقيم عهدا غير اسم إبراهيم أولا غيره من إبرام إلى إبراهيم وقال لقد تغيرت طريقه نطق الاسم لكن في الواقع لقد اخذ الله حرفا من اسمه هو واضافه الى اسم ابراهيم وبهذه الاضافه اعطى اسم ابراهيم اتساعا ولكنه اعطاه مركزا ايضا لقد جعله ابا لامم كثيره وابا لجماهير وقال لي ايضا لكن ابراهيم كما تعرفين قام بموضوع اسماعيل وكذا ولم يتحقق العهد حتى غير الله اسم ساره ايضا ولم يغير اسم ساره من اوله لقد اخذ حرفا من اسمه ووضعه في اخر اسم ساره فاصبح موجودا في الاسمين وما فعله هو انه جعل اسم ساره تربه لقد نعم اسم ساره وسنن حواف اسم ابراهيم فاصبح ابراهيم بذره ابراهيم اصبح بذره وساره اصبحت تربه ففي زيجاتنا لا فائده من وجود بذره بدون تربه او تربه بدون بذره اذ ان التربه هي التي تتفاعل مع البذره والبذره هي التي تبدا اذا القائد هو الذي يبدا لكن المراه تكون بيئه لما يبداه هو حتى يزدهر لقد فكرت ان هذا بمثابه مثال قوي يوضح ما نراه اليوم يتم الاساءه اليه واستغلاله لم يكن هذا ليصبح ابراهيم الراس البارز وتختفي ساره بل كان لتمتلئ حياة كل منهما بالوعد والرجاء والضحك والميراث. لذلك أعجبني إصرارك على أن تتحدث عن أن القائد هو في النهاية خادم. الخادم الأول ويقول في أفسس خمسة بنسبة للرجال هذا يعني أن تحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة ثم يتكلم عما فعله المسيح ثم يقول في عدد 28 هكذا ينبغي أن يحب الأزواج زوجاتهم استخدم بولس كلمة ينبغي وهي طلب للالتزام الشديد لقد أكد على الالتزام بذلك يريد أن يقول أيها الرجال لا يهم كيف تشعرون احبوا زوجاتكم او اخدموهن اليكم الطريقه التي تصور الميديا بها الحب الميديا والروايات الرومانسيه وكل شيء تشعر بالحب والافعال تاتي بعد المشاعر كم شخص منكم يعرف ان كنتم متزوجين منذ بضعه اسابيع او حتى بضعه اشهر لا اعرف كم من الوقت يتطلب الامر احيانا سته اشهر ان المشاعر احيانا ما لا تكون موجوده والان كم شخص منكم يعرف ان الله لا يامر مشاعرك بل يطلب افعالك حين يقول ينبغي ان يحب الازواج زوجاتهم يقصد تصرف بحب سواء اكنت تشعر به ام لا الزواج لا يجب ان يكون بلا مشاعر لكنه لا يجب ان يكون بلا افعال ايضا ستاتي اوقات لن يكون فيها مشاعر لكن يمكنك ان تتحكم في الافعال ايها الزوج هذا يعني انه يمكنك ان تستمر تحب زوجتك حتى لو لم يكن لديك مشاعر الحب ودعونا نتكلم بصراحه تلك المشاعر ليست موجوده طوال الوقت فعندما لا تكون موجوده اؤمن ان الله سيفرح ان اخترت ان تقوم بافعال الحب في عدم وجود المشاعر وان استمريت في التصرف بحب ستاتي المشاعر في النهايه كان هناك شخص في حياتي فرض علي أن يكون قريبي ولم أكن أحب ذلك الشخص هل وضعت في هذا الموقف من قبل تعرف أنك يجب أن تحب ذلك الشخص لكنه لا يعجبك لكن تعرفون ماذا قررت أن أفعل بدأت بالأفعال لم يكن هناك أي مشاعر صدقوني ولكني بدأت أتصرف بحب وتعرفون ماذا حدث؟ لقد أتت المشاعر سي إسلوس قال هذا عندما تبدا بالافعال وتتصرف بحب ستاتي المشاعر مثل اعمال الايمان نعم نحن نتصرف بالايمان وهذه الافعال ليس لها اي اسباب طبيعيه عندما تاخذ خطوه ايمان بعدها ياتي الله الفعل يصبح الحقيقه التي تتمنى ان تحدث لذا حين تبدا في التصرف بايمان تجاه زوجتك أو بإيمان تجاه زوجك لأننا نحن الفتيات أيضا أحيانا لا يكون لدينا مشاعر فإن بدأت تتصرفين بشكل مختلف وتقولين سوف أتصرف بحب مهما حدث سيمنحك الله ما ترجينه سيمنحك ذلك الحب سيمنحك ما تحتاجينه إذا إن كنت تمتلئ من الروح وتقضي وقتا مع الروح القدس في الصباح أو في المساء كما تريد أو في الحمام أو في الحمام <applause> سيمتلئ بنك مشاعرك وسيكون لديك شيء تعطيه ان لم تفعل ذلك لن يكون لديك شيء تاخذ منه لتعطي ان امتلا بنك مشاعري بحضور الرب ساقدر ان اعطي بدون تافف وبدون مراره اقدر ان اعطي عندما اشعر بان ليزا لا تستحق وتقدر ان تعطيني وانا لا استحق. انا دائما استحق، دائما استحق. اذا المفتاح هنا هو ان تظل ممتلئا من الروح حتى تقدر ان تخدم شريك حياتك، وان خدمته سيضخ هذا مشاعر حيث توجد لعنه الجفاف فتزال اللعنه. هذا قوي. الزوج لا يملك السلطه لانه افضل، بل يملك السلطه لان الله يريد ان يكون هناك توجيه في البيت. ولانه اول الخدم فان اخذ الزوج مكانه كاول الخدم سيعطى هذه السلطه ساخذ القرارات بناء على ما هو افضل لزوجتي وليس ما هو افضل لي امر سيء للغايه ان يفكر رجالها كذا انا افضل لاني رجل حسنا هل تسمح لي ان امحو هذه الفكره تماما ساخبركم بشيء ايها الازواج يقول الكتاب في بطرس الاولى ثلاثة وراجعوا هذا الكلام ان لم تكرموا زوجاتكم لن تسمع السماء لصلواتكم يقول اكرموا الاناء النسائي كالاضعف، لقد قلتها يا جون انهن الاناء الاضعف، هذا لا يعني انها اقل منك، بل كلمه اناء تعني فقط انها لا تستطيع التحمل مثلك، فقط انها وارثه مثلك. الاناء شيء مثل هذا. نعم جسدنا الخارجي. ان هذا من الخزف، وان كان هذا زجاجي ولهما نفس الحجم سيسمى الزجاجي الإناء الأضعف لأنه إن وقع لن يرتد إلي إن وقع هذا لن ينكسر ربما تكون المرأة أكثر هشاشة إذا كل منهما إناء يحمل نعمة الحياة لكن المرأة أكثر هشاشة الاثنان شريكان متساويان في الإرث لكن الله يقول للرجل إنها تبدو مكسورة ومحطمة لا تقل لي طلبك أنا لن أسمعك لن أسمعك نعم دعنا نناقش وال الفرق هنا والمذهل العجيب هنا أن الله لا يقول نفس الكلام للمرأة لا يقول لتكرم المرأة زوجها وإلا لن تسمع السماء لصلاتها اسمعوا على من تركز السماء يا رجال بمعنى آخر أنتم مشبهين بالمسيح يقول تصرفوا مثلي هذا ما غيرني بالفعل يقول اخدموا بعضكم بعضا في خوف الرب ساريكم الان ما هو خوف الرب لقد تكلم الرب الي ذات يوم عندما لم اعامل ليسا جيدا وقال هذا ما قاله بالضبط بكل صرامه قال انها ابنتي اولا وزوجتك ثانيا وفجاه شعرت يا هذه ابنه الله هل اسالكم سؤالا يا رجال كيف كنت ستعيش ان كان والد زوجتك موجودا في بيتك باستمرار يراقب كل حركه في حجره النوم وفي المطبخ كيف كنت ستسلك ان كان والد زوجتك الارضي يراقب كل حركه تقوم بها مع زوجتك ومعه بندقيه بالتاكيد كنت ستنضبط هذا هو ما اصبح حقيقه بالنسبه لي ابوها موجود في حجرتنا، أبوها موجود في بيتنا حين لا يكون الأولاد هناك، أبوها دائما معنا وهي ابنته. هذه المرأة التي تجلس بجوارك الآن ابنة الله أولا فانتبه لتكن خطوتك بخوف ورعدة. هذا جميل. وعلى الجانب الآخر أنت ابنه أنت لست زوجي فقط، أنت ابن الله. لهذا السبب يجب أن نعطي بعضنا كرامة أكثر. لنرجع إلى ما فهمناه عن كوننا أصدقاء، ولكي أكون صريحة معكم، أنا أعتقد أن الرجل هو من كلفه الله بالتمويل والحماية. أما المرأة فقد اؤتمنت على قلب الرجل. سفر الأمثال يقول: قلب زوجها يثق بها. لا أعتقد أن النساء يفهمنا أن الله قال سوف أأتمنك على أثمن شيء على وجه الأرض ألا وهو قلب زوجك هو مسؤول عن حماية أجسادنا ونحن مسؤولون عن حماية قلبه يجب علينا أن نكون كالحارس على قلبه وأن نكون من يفسر ما يقوله لباقي العائلة وان نكون اكثر من يثق فيه يجب ان نقول يمكنك ان تثق في كنا نتحدث امس عن انه كان يجب علينا اتخاذ بعض القرارات في بدايه زواجنا اولا كان يجب علي ان اتوقف واغير طريقه كلامي مع جون ثم كان يجب علي ان اغير الطريقه التي اتكلم بها عنه امام اصدقائي وعائلتي ثم ثالثا ان ابتعد عن العلاقات التي يتكلمون فيها بالسوء عن الرجال. كان عليّ ألا أشاهد الأفلام التي تسخر من الرجال، ولا أضحك على الأفلام الكوميدية التي تسخر من الرجال، لأنه إن أردت أن أكون وكيلة صالحة على قلب زوجي، يجب أن أنظر إلى قلب زوجي من منظور أبي. كما يوجد نساء كثيرات لا يفهمن ما هي قيمة أن تؤتمني على قلب زوجك، قلب أسرتك، وأؤمن أن النساء قد اؤتمن على قلب الكنيسة أيضاً، الكنيسة ربما تكون متنامية وقوية لكن إن لم يكن فيها نساء أصحاء عاملات لن يكون هناك تغذية ولن يكون هناك قلب، تكون مبنى لكن بدون قلب. لقد أعطي الرجل القوة لكي يبرز المرأة. كنا نشاهد أولمبياد الشتاء وراينا الروس وذلك الرجل القوي وهو يرفع الفتاه الى اعلى وكانها بلا وزن ونظرنا الى ذلك وقلنا ان هذه صوره لكيفيه استخدام الله لقوه الرجل ليبرز جمال المراه ويبرز حسن المراه الرجل لديه قوه يقدر بها ان يرفع زوجته ويبرز جمالها وهذا ما يفعله جون معي دائما وانا شاكره جدا على ذلك حسنا مسؤوليه الرجل هي ان يغذي زوجته ويدلل زوجته يغذي معناها ان يعطيها ما تحتاجه لتنمو ليسا مرت بماساه وهي فتاه صغيره فقدت عينك بسبب السرطان وكانت تتجنب مخاطبه الجماهير لم ادرك انك تغذيني وقتها كان يقول اسمعي لدي اجتماع شباب الليله واريدك ان تتحدثي الى الفتيات فاقول بالطبع لا لن افعل انت قص الشباب فتقول استعدي ساناديك فاقول استعد لرؤيتي اخرج من المبنى انا لن اقوم واعز فكان يقول حبيبتي اعرف انك تظنين انك عباره عن عين مستعاره لكنك للفتيات صوت امل أنت في أواخر العشرينيات أنت شخص يتطلعنا إليه ليس لديك الحق أن تغلقي فمك حين يكن في حاجة إلى صوت إمرأة أنا لست صوت إمرأة وكان يدفعني ويدفعني ويدفعني ليخرجني من كل قيد وضعته حول حياتي لكنه لم يفعل ذلك ليضايقني بل كان يفعله ليجعلني أتكيف مع صورة يسوع لكي أخذ عزائي من الله بدلا من أخذه من قيودي عرفت في ذلك الوقت كقائد للبيت ان هناك امرا خاصا في حياة ليزا فظللت وكلفني ذلك كثيرا لأنها كانت تحبط مني لكن كنت أبكي طوال الليل وأقول لا تجعلني أفعل ذلك اتخذت قرارا لأني أعرف ما هو الأفضل لجسد المسيح ولها على المدى الطويل حتى لو واجهت مقاومة أريد أن أقول عندما تكون الزوج وأول الخدم وتأخذ قرارات لا تسعد زوجتك وأنت لا تظني أن كل قرار سيتخذه زوجك سيسعدك ربما يدفعك بعيدا عن نطاق راحتك لأنه يرى شيئا ما كقائد كما فعلت ليسا معي تذكروا أن الله يريد أبناء خارج هذا الاتحاد ما رآه الله في ليسا قبل ولادتها بسنوات كان سأضع شيئا على حياتها سيغير النساء في العالم كله لم أدرك العواقب بعيدة المدى لكني قلت أريدك أن تتحدثي إلى الفتيات أريدك أن تتحدثي في مؤتمري في ليلة السفر لم تتركني أنام حتى الثالثة صباحا لقد أخذ عظتي الوحيدة وعظم عظتها قبل المؤتمر بيوم كنت أريد أن أستمر في الدفع لأني عرفت سيأتي إلي رجال قائلين يا إلهي ونساء قائلات يا إلهي لذلك فعلت هذا الأمر الآخر الذي ظللت أفعله هو القول أنت جميلة جدا وكنت أعني ما أقول كنت أنظر إليها في الصباح حين نستيقظ وأقول: أنتِ فاتنة جداً. وكنت أجادلك. كانت تجادلني. كنت أقول: لا أنا قبيحة، أنا بعين واحدة، أنا سمينة، أنا حامل، شعري مجعد بشكل سيء. يا إلهي كان لدي قائمة. وأخيراً ذات يوم نظر إليّ جون وقال: أنتِ تقومين بإهانتي. نعم قلت ذلك. قال: أنا أراكِ جميلة. وأنتِ تقولين لي أنكِ قبيحة، هل ذوقي سيء؟ وقلت أيضا تقولين لي أني كذاب أنا لا أكذب. هناك شيء تعلمته خلال سنين في كل سفرياتي وهو أني أستطيع أن أعرف كيف يعامل الزوج زوجته بالنظر إلى زوجته لأنها مجد الرجل. إن كان وجهها مشرقا إن رأيت زوجة سعيدة أعرف أن زوجها صالح وهو يبنيها. إذا الله يريد ان يرانا نبني بعضنا البعض بخدمتنا لبعضنا البعض ليس فقط بخضوع الزوجه لزوجها بل بخضوع الرجل وخدمته لزوجته بطريقه الهيه وحين نفعل ذلك، يبدأ عالمنا في الاتساع لأنه عندما بدأت تبنيني يا ليسا وأنا بدأت أبنيك عن طريق كلمات الحب وأفعال الحب بدأ الله يرقينا لنقدر أن نساعد الكثيرين خارج دائرة زواجنا وأؤمن أن هدف الله من كل زيجة هو انه بينما نبني احدنا الاخر يلمس من حولنا بقوه بلمسه من الله الموجود اشكرك لانك ضيقتني اذا الخلاصه هي عندما تتزوج شخصا ما انت تتعهد بان تخدمه باقي حياتك. فكروا في هذا الامر ساقولها مره اخرى. عندما تقول نعم تقول اتعهد ان اخدمك باقي حياتي. اذا نظرت للزواج هكذا سيكون لديك زواج صحي اذا نظرنا للزواج هكذا سيكون لدينا رساله غير عاديه الى اللقاء